شكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل على تلاوته الجميلة الرائعة. ونأتي إلى آخر متسابق معنا الشيخ محمد جمال رفعت، يتفضل المشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن صدق الله العظيم. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمد جمال رفعت، وبهذه التلاوة نكون قد وصلنا إلى ختام نهائيات هذه المسابقة. أترككم الآن حتى يتم رصد الدرجات مع الأستاذ جودة محمد المدير العام لمعهد الطاروت لإعداد القراء والمبتهلين.